استاذ ايمن يعني حفاظا على الوقت، هل هناك كما يعتقد البعض ربما تضارب ازدواجية بين دوركم كصندوق وبين دور شركات قطاع الأعمال؟ هل في هذه الحالة حتى ليحدث هذا التضارب هناك ربما موائمة بينكم وبين شركات قطاع الأعمال حتى يحدث هناك زيادة في كفاءة الإدارة مثلا تحويلها إلى الربحية بشكل ما؟ هل هذا أحد المستهدفات أم أن هناك مسافة كبيرة بينكم وبين قطاع الأعمال العام؟ لا، أنا هقول لك مثل واحد بسيط. الشراكة في البنك، أحد الاستثمارات اللي قام بيها الصندوق كان دخول بزيادة رأس مال مع مستثمر محلي ولكن من الشركات الناجحة إقليميا، فده ما يطلق عليه تشامبيون مصري. قصة النجاح دي اتخلقت إزاي؟ عن طريق خلق شراكة ما بين الدولة، وتمثلت حصة ملكية الدولة 49%، والدولة حصتها وصلت ل 49% عن طريق زيادة رأس مال اكتتب فيها المستثمر المحلي الإقليمي بزيادة رأس مال، ووصل هو استحوذ على الأغلبية، وبالإدارة بالإدارة القطاع الخاص بمنهجية إدارة القطاع الخاص بياخد هذا الأصل إلى الربحية. فبكده بنخلق الشراكة دي، فهو الدور ده لا يتعارض، هو الدور احنا كيان استثماري، الاستثمار بيخش يلاقي فرص استثمارية في مشاركة مع الدولة، بنشارك وزارة الكهرباء، نشارك قطاع الأعمال العام، نشارك أي وزارة من وزارة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، هيئة قناة السويس، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كل كيانات الدولة تصبح كيانات نشاركها مع القطاع الخاص. هو دورنا الأساسي هو أن احنا نجذب رؤوس أموال القطاع الخاص إلى الاقتصاد المصري. سريعا جدا لو سمحت. أهم حاجة هنا الأولويات القطاعية اللي احنا بنقولها، ده ثلاث أمثلة بسيطة جدا وسريعة جدا. المثل الأول هو إزاي تشوف في مصر فرصة من موارد من الطاقة المتجددة وتترجمها على أرض الواقع إلى مسار استثماري وقطاع جديد نامي عالميا، ونحط مصر على خريطة هذا القطاع قبل أي دول تانية ودول نامية ودول متقدمة بمقاومتنا اللي موجودة عندنا. الطرح ده في حد ذاته أنه يبقى نخلق زي خريطة طريق للهيدروجين الأخضر وصناعة الوقود الأخضر بميزة التنافسية للموقع بتاعنا ووجودنا على قناة السويس، ده أحد أهم المقاومات اللي تبني عليها حالة من الاستثمار. إحنا كصندوق سيادي عضو مع مجالس صناديق سيادية أخرى مع مديرين استثمار عالميين بنتكلم معهم، طرحوا النهاردة الهيدروجين الأخضر ككاتيجوري مستقلة في محافظ الاستثمار لمديرين الصناديق عالميا، وده كان ميثاق ما بين مجموعة الصناديق المستثمرة في الاقتصاد الأخضر. ده في حد ذاته حط مصر على هذه الخريطة في الريادة. نفس الشيء في تحلية المية، البنية الأساسية، ده نموذج إزاي إن دور الصندوق إن إحنا نحاول نخلق منتج استثماري لتحلية المية، ده infrastructure أو بنية أساسية الدولة كان typically هي اللي بتستثمر فيها. النهاردة مع وجود رؤوس أموال عندها استعداد تستثمر لمصر في مصر لمدة 25 سنة، تقدر تخلق منتج استثماري، تخش بشراكة أقلية تجيب بضاعة. أستاذ أيمن لحظة، نرحب الآن بانضمام دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي الذي يشرف هذه الجلسة. تفضل أستاذ أيمن. شكرا. بالنسبة لقطاع تحلية المية هو المثل، وده بقى نرحب بدولة رئيس الوزراء، المثل اللي كنا بنتكلم عليه امبارح هو مثل دخول رؤوس الأموال القطاع في القطاع الخاص لسد فجوة استثمارية ممكن تبقى الدولة محتاجها، ووفرت رؤوس الأموال من القطاع الخاص لمدة تستثمر في مصر 25 سنة. تتمتع مصر بقوة اقتصادية وحجم سكيل، إننا لو هنعمل في مصر مشروع خطة تحلية مية أكبر من دول أغنى من مصر بكتير، ولكن عندنا مساحة من حجم السوق تتسع لاستثمارات في البنية الأساسية بمليارات الدولارات، فده جاذب في حد ذاته. فجذب رؤوس الأموال إلى هذا القطاع ده أحد الأدوار اللي ممكن نقوم بها لده. وطبعاً أخيراً رئيس أخيراً توطين الصناعة، لما مصر عندها إنفاق استثماري كبير جداً في البنية الأساسية بيخلق برضو سكيل، حجم دولة فيها 104 مليون بني آدم، مليون كيلومتر مربع، عندك البنية الأساسية لما بتتبني الحجم التصنيع وتوطين التكنولوجيا اللي ممكن تخش عشان توفي احتياجات الدولة من عناصر البنية الأساسية، ده فرصة ما بتجيش للدول غير على مدار كل عقود من الزمن بتيجي.